هنشوف بقى الصورة الثالثة معانا مين. طبعا الفنان رامز جلال بينتقدوه ان هو بيزيدها شوية مع ضيوفه في برامجه. ايه رأيك في الموضوع ده؟ مش بزودها، بس ساعات المقالب اللي بعملها تبقى صعبة قوي يعني. النهارده هيبقى سهله كهربا. حد بس حد يفك لي توكل على الله. انت يا عروه علشان في ماس هيحصل دلوقتي وكفريه احتمال يضرب. انت عارف الخضه دي؟ حد يفكني طيب. كهربا ما تقدرش معايا، ما بهزرش. اسمع اللي بقوله لك. بص من اللحظه دي الوضع اتغير. انا هادي. انت دلوقتي في مملكتي هتمشي بقواعدي وهتلتزم بشروطي. كل المطلوب منك حاجه واحده بس، انك تخرس خالص وتسمع كلامي علشان الحلقه تعدي على خير. وربنا ما هسيبك. خلي بالك يلا، انا مش لوحدي. وربنا ما هسيبك. انا معايا فريق ياكل الحديد ياكل الزهر. والله العظيم خش رجاله. ما تقدرش معايا. فك النظارة رجعت عندك. لا 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 ما تقدرش معايا. فكني فوق. ما تقدرش معايا والله العظيم. ما انا مش عايزك تهزر والله. وربنا هموتك. لا لا مش هفك. لا والله ايه ده. لا لا ازيك. هو ده هو ده اللي مش عارف. انا عايز اقول لك على حاجه رامز، قسما بالله هموتك. انا لسه عملت والله العظيم. خليني هادي. انت اسمك ايه؟ هتعصب. اسمك ايه؟ لا اله الا الله. اسمك ايه؟ كهربا محمود. شفت عشان قلت كهربا بديك حاجه كده بسيطه. ما بحبش الهزار ده خالص. سؤال الوسط الرياضي مستني يسمع اجابته منك. قول ايه رايك في لون شعري؟ لا حلو بجد. عاجبك والنبي. بس السيد جامع عاجبني دلوقتي خلاص بقى. وحيات. لا 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 ما تهزرش يا عم. تاتش 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 حبيبي. طب هي خلاص خلاص اتلولت. استسلم. مش هستسلم. حد يفكني يا عم. بعدين خلي بالك انا ما بحبش الالوان دي يا اسطى. ما بتحبش الالوان دي؟ جبت لك الاخضر عيني يا اخي. الاخضر حلو. الاخضر حلو يا اخي. سيبني. حاج عمال مكهرب اخباره ايه؟ طمني. انا اسمي ايه؟ انا اسمي ايه؟ رامز. استاذ رامز. ليه؟ لا اوكي. طب استاذ رامز. ايوه تعجبني. 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 خلاص. الخصل اللي قدامك. خلاص. الخصل اللي قدامك. مش هسيبك والله العظيم وربنا. طب انا معاك وانا مشيت. انا قاعد معاك. عيب. عيب يا كهرباء. كهرباء. دلوقتي. خلاص بعد اذنك يا رامز. انت في كابوس يا كهرباء. فيرست بوزيشن. يا رامز بالله عليك يا رامز. ما بحبش انا. اول سؤال. ليه ضربت طارق حامد وعملت لنا مشاكل في الماتش؟ ما عملتش مشاكل والله. شتمته يا ولا شتمني؟ ده طارق هو اللي شتمني. هو اللي غلطان مش انا والله. يعني هو اللي بدا. هو اللي بدا ومش هو اللي بقى. انت بتكذب لان هم سمعوك دلوقتي. والله العظيم هو طارق هو اللي بدا والله. شتمك قال لك ايه؟ مش شتمني. ده دخل عليا جامد فبقول له بالراحه يا طارق. راح شتمني بجد. بس انت كياد يلا برضه. ليه في حته كيد كده؟ لا والله بجد. على هادي على هادي يا زبالة. باك هوم.